بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الزول فلاوان، بيان فيني سور لا شين ميليسا كاهنا. اليوم ان شاء الله وصفه هايله اللي هي شطحه نوافس، شطحه دجاج تاع نوافس ولا تاع النفسه. يعني انا كنت عملت مقبل شطحه دجاج، ويعني كانت طريقه تقليديه محضه. هذه طريقه فيها يعني حاجه زياده اللي هي شطحه النفس. النفس لازم لها تاكل شطحه دجاج سخونه بعد ما تسلك مزياده، وهذيك الشطحه تكون فيها اضافه راح نشوفوها في الاخير ان شاء الله. الطريقه كما شفتوا هنايا، عندنا طرف تاع الدجاج، شطحه دجاج بيان سور. عندي هنا راس كامل تاع الثوم، شطحه دجاج ما تجيش بالبصل، تجي غير بالثوم. كاين يحبوا يزيدوا لها البصل، يحبوا يزيدوا لها ما كان حتى مشكل. وفيها توابل اللي هي فلفل كحل ولا فلفل ابيض، الفلفل العكري، دونك بافر بلون لا بافر نوار. يعني هو بافر نوار هو نفسه البلون، لكن البلون يعني مليح للصحه تاعنا، خير يعني ما فيش اضرار على صحتنا. وبابريكا اللي هي في العكري، لانه حقيقه قريت في التعليقات كاين يكتبوا لي، صدقوني روحوا تقراوهم، كاين يكتبوا لي يقولوا لي سي فوبلي سي كوا في العكري. يعني كاين بزاف ناس معنا في القناه اللي ماهمش يفهموا لي زيبيس، اللي هو يعني ما يعرفوش مليح العربيه. دونك في العكري هو بابريكا بافر بلون. هنا عندي سكنجبير، يعني هي الوصفه القديمه ما كانوش يديروا سكنجبير، لكن انا نحب ندير سكنجبير وين كاين البولي وين كاين الدجاج، ندير له سكنجبير نحي لي ميم هذيك الريحه تاع الدجاج، ولو انه الدجاج منقي بالطبع يعني ما يخصو والو. وهنا التابل الاساسي هاوليك تشوفوه، يعني كاتبه هنا باش ما يتخلطليش الحرور. الحرور اللي هو التابل يعني يعطيكم واحد البنه للشطحه تاعكم. صدقوني اللي ياكل الشطحه هذه يعني كي يكون فيها الحرور الا ويقول لك هاد الشطحه فيها بنه، فيها حاجه ماناش فاهمينها شنو هي، الكامل راهي في الحرور. وكاين تابل اخر نديروه، ولكن ما نديروهش دوكا، نديروه في لافان كي يطيب، كي يطيب الشطحه الدجاج تاعنا، واللي هي لانوا د ميسكاد ولا جوست الطيب. نديروا لها شويه تاع جوست الطيب في الاخير. واش نقول لكم، حاجه من اروع ما يكون. اللي ما يحش يديرها ما يحش يديرها، لانه راني نقرا في التعليقات يقول لك فيها ماده مسكره. انا يعني بعيدا عن كل هذا، انا نخدم بالوصفه كيما راهي وكيما تعلمتها وكيما حابه نعلمها لكم وحابه ننقلها لكم. وانتم كيما قلت لكم اي حاجه تحبوا تزيدوها ولا تنقصوها ما كاين حتى مشكل. طولت معكم الهضره سمحوا لي، لكن هذه توضيحات على غرس الثوم راح ندرسوا. اللي ما عندهاش المهرس دير سكرفج، ولكن سكرفج وتقطع او ميم طون سكرفج وغابي لي غوسداي تاعك او ميم طون، قطعي شويه منهم باش تجيك شويه المرقه زكيه. وعندنا بيان سور فلفل دريس هاوليك اللي يعطيكم بن هيله هيله للشطحه الدجاج. انا يعني كون صدت نديرهم كامل، لكن لها غالب ما نقدروش ناكلو الحار بزاف. ودوكا حندرس الثوم تاعنا، شويه ملح ناكد ونعاود، الملح هو اللي يهرس لكم الثوم. ونحط عليها لي زيبيس. الوغ لو سيل درناه صايي، ندير شويه فلفل كحل ولا فلفل ابيض، نحاول اني كل حاجه ندير انا على لو بولي، ندير سكنجبير ولا لو جينجومبر، ونحط اوسي على لو بولي. الحرور، الحرور هذا راهو يتبع يعني كيما راهو هكا واجد. انا كنت خدمت لكم قبل الوصفه تاعو، هو يعطيكم شويه حراره للماكله تاعكم، يعطي لها بنه هايله صدقوني بنتو. حاجه واحده اخرى يعني الحرور اللي مازال ما فهموش معناها الحرور، يدخلوا في لا فيديو اللي درتها لكم قبل، ورايحه نحطها لكم الوصفه ولا نحط لكم الرابط تاع الفيديو اللي نقولوا فيه واش فيه كامل الحرور. تلقاوه في صندوق الوصف، ونديروا العكري هلا. هذه هما التوابل تاعنا. ودوكا نروح لمارميت. هلا نخلط هادو هما التوابل مليح هلا، ونروح لمارميت تاعنا. نحط لها شويه زبده وشويه عفوا شويه زيت وشويه تاع السمن، السمن مع الزيت. هلا بسم الله، هكذا شويه زيت
شويه سمن ونخليهم يذوبوا. انا راح نحط الدجاج قلنا بالله نحطها الدلفه سهله نخدمناها. هنا الريحة اللي راهي تضرب يعني مالغريك شي اونغل ما يعني راني بالمريضة وهكاك ولا غير الريحة تضرب واحد الريحة هذاك الحرار يزيد بنة كبيرة لهاد الشطيحة. دايما نقولكم نشلو المهراس بشوية ما ومنها باش ما تحرقناش التوم تاعنا. نخليها تطيب شوية في الدرسة هاد الدجاج تاعنا تحمرنا شويه هاد الدرسة الله الله. طلها الحميصه ولا لي بوشيش هاد الحميصه مشمخه يعني مشمخه حطيتها في المجمد الكونجيلاتور هي تحب الحميصه نديرها كمية لاباس بها تاع الحميصة لأن هاكا مغرفة تاعها هي طوماط كونسونطخي ولا طوماطيش تاع العلبة. فوالا تجينا حارة مدمة شتيحك النفس. فوالا شتيحها تاعنا راهي تقلى الله الله. شوفوها كيفاش يعني ديجا بدا يبان وجهها ميدما ريحة الحرور راهي دايرة حالة فيها. الوغ كيما راكم تشوفو الشطيحة تاعنا تقلات الله الله. شوفو هاديك لاكولوغ وهاديك الريحة يعني تمنيت كان نقدر نحققكم باك الريحة. ودركا منطولوش عليها ونروحو ديراكتومون نمرقوها بالما يكون يغلي افيك دو لو بويونت وفات اتونسيون بلا تبالك وتمرقوها بالما البارد. هكذا قسمة برك تغطالي الدجاج قسمة طيبلي هكذا نغطي عليها على نار متوسطة ولا هادية نتوما والوقت ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. الوغ البنات شتات حاجة هايديك طابت معنا شوفو كيفاش تجي مرقة تاعها تجي خطرة هايديك شوفوها يعني مكانش من هادي يقولك كوما ديريش بصل متجيش خطرة نو هايديك تجي خطرة. وشنو عرفو برك كيفاش توزنوها وصدقوني التعمل تاع الحرارة هو يعني هو المكون بزاف يفصل هذه الوصفة عن الوصفات الأخرى. روحوا عند اللي بيع توابل وقولوا له يخدم لكم عقار تاع الحرور يعني هو يبقى فيه ميلونج اللي قلت لكم هضرت لكم عليه في فيديو حين تلقاوه في صندوق الوصف تاع هذا الفيديو راح تلقاو وشنو هما توابل تاع الحرور. الوغ في مقلاة نحكم نقص من لاصوص ملاص المرقة تاع الشطيحة هاذيك هادي هي الإضافة اللي نزيدوها كي تكون عندنا شطيحة النافس. فوالا رايحين نكسرو البيض هاد المريقة فوالا باش تكون عندنا شطيحة دجاج تاع النافس هاذيك. الوغ كاين يحب يخلط البيض يضربو وكاين لي يفقصو حنا نفقصوه كيما هكا. ونزيد عليهم ملح وفلفل كحل
Ou donc, vous avez le choix entre soit de retourner le pain derrière avec la sauce, soit il a de retourner le pain derrière avec la sauce. من المرقة هذيك ونغطي بها البيض باش يطيب لي لهلاح. فوالا هاد الشطيحة تاع النافس نقدروا ما يديروها في العرس المناسبات السعيدة في الصباح صباح هذا العروسة تاعنا، يعني ماشي مشروط غير النافس، لكن حنا نسموها شطيحة النافس علاش؟ لأنه فيها الدجاج وفيها البيض اللي هو مغذي بزاف ومفيد بزاف للنفس. يعني تعرفوا حنا نفس لازم نديروا لها البيض، يعني في كل اكله لازم نقليو لها البيض ولا نطيبوا البيض، اي حاجه لازم تكون فيها البيض باش تاخد راحه. و يعني البيو ريكوبيري حولك هذا ما كان كي نشوفها شويه نشفت من بعد، يعني بال هذاك هكذا اون كويير ولا نغدو اون با ونحطوها فوق طبسي اللي فيه الشطحه تاع الدجاج. هذه هي الوغ البنات، شطيحة شطيحة النفس ولا شطيحة الدجاج تاع النفس هاي لي كاهي واجدة. نطيبوها يعني على أصولها، وكيما شفتو زدنا لها هداك البيض اللي طايب في المرقة تاع شطيحة الدجاج. هاولي كيفاش يجي، يعني كل صحن نحطو فيه، يعني نقسمو هداك البيض اللي درناه أومليت طايبة في المرقة تاع هاد الشطيحة. في الافراح المناسبات السعيدة، يعني اي مناسبة تحبوا يعني تحطوها، ماشي شرط النافس، ولكن هي تسمى بشطيحة النافس لانها فيها البيض فيها الدجاج. كما قلت لكم تاكلها النافس زمان غير تخرج من السبيطار ولا غير يعني تزيد يدوها لك سخونة حارة بنينة كما يقولوا تطلع الراس. واش نقول لكم البنات، تهلاو في وحدكم على بروشين ان شاء الله.